بتمهيد صاروخي ومدفعي عنيف تبدا الفصائل المقاتله عملا عسكريا على محاور ريف ادلب الشرقي، هذا العمل يتزامن يعني مع اشتباكات عنيفه على كافه المحاور، التمهيد يستهدف تجمعات ميليشيا اسد الطائفيه والميليشيات الايرانيه على محور سراقب، ما زالت الاشتباكات مستمره على هذه المحاور والتمهيد الصاروخي والمدفعي المكثف عليهم. نقوم الان نحن فوج المدفعيه والصواريخ في الجبهه الوطنيه للتحرير باستهداف نقاط وثكنات تجمع ميليشيا الاسد والميليشيات المسانده لها حيث تقوم الفصائل الثوريه بشن عمل عسكري علي المناطق التي تقدم اليها النظام مؤخرا